الفنان الجميل محمد منير كانت ليلة فنية جميلة مليانة مفاجآت. تعالوا معايا نشوف جزء من مفاجآت حفلتنا. كل سنة وانتم طيبين. انا مش بس بحبه، انا بموت فيه زيكم بالظبط. انا بنتعبني جدا وانا موجود معاكم النهاردة ومع استاذي محمد منير. انا هيفيدني ان انا اغني انا ومحمد حمايه الشرف. هو على فكره صاحبي وهو بيحلم بالغنى ومصر، وانا بحب الناس اللي بتصير بصوت جميل. هنغني مع بعض اغنيه هو بيحبها جدا وانتم بتحبوها مع بعض. يلا